السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحبكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي والمتجدد. ترحيب ورحب أيضا بمستمعينا الأعزاء عبر تردد 97 FM. وفي أبرز عناوين حلقة اليوم: سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية يشارك تجربته المهنية مع الحضور في مهرجان نجاح قطري. أكاديمية الخدمة الوطنية تعقد لقاء تعريفيا لمقاديم الخدمة الوطنية من الدفعة 12. في البداية ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار الاجتماع الثالث للمجلس لعام 2019 الذي عقد بالديوان الأميري، وحضر الاجتماع سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير نائب رئيس المجلس، ومعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية العضو التنفيذي للمجلس وأصحاب السعادة أعضاء المجلس. وقد ناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، واطلع على سير أعمال استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لعام 2018-2022 وآخر تطورات هيئة المناطق الحرة، ولا سيما الموافقة على طلبات استثمارية من شركات عالمية ومحلية كبرى تفوق قيمتها الإجمالية مليار ريال قطري، تستهدف مشاريع اقتصادية وصناعية وتكنولوجية هامة في المناطق الحرة بالدولة. هذا وبالإضافة أيضا إلى اعتماد شراكات متميزة بين القطاع الخاص وشراكات عالمية من مختلف المجالات. إذن وفي موضوع آخر، خصص مهرجان نجاح إقطري لقاء خاصا مع سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع لتسليط الضوء على أبرز المحطات في مسيرة نجاحه العملية. كما ناقش أيضا الملتقى بحضور سعادة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني وسعادة الشيخ ثاني بن حمد آل ثاني أهم الإنجازات التي حققتها وزارة الدفاع في الفترة الماضية. في ثاني أيام ملتقى نجاح قطري الذي ينظم ضمن فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان نجاح قطري، كان المشاركون على موعد مع جلسة مفتوحة مع أحد أوجه النجاح القطري، ألا وهو سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع. وقد ناقش الملتقى الذي عقد في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بحضور سعادة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني وسعادة الشيخ ثاني بن حمد آل ثاني أهم الإنجازات التي حققتها وزارة الدفاع في الفترة الماضية، وكذلك الخدمة الوطنية وأهميتها الاستراتيجية في خلق جيل قادر على الدفاع عن بلاده ومقدراتها. وقد رد سعادته بشكل مباشر على أسئلة الجمهور حول تجربته الشخصية ورؤيته حول العديد من القضايا المهمة. أتوقع أن قصة سعادة الدكتور خالد العطية مسيرته العملية راح تكون دافع للشباب والبنات أنهم يشتغلون على نفسهم أو أنهم يستمرون في المجال اللي هم حابين فيه من وزارة الدفاع أو من الجهات الثانية. صراحة المعرض فتح فرصة للناس أنهم يعرفون الناس الناجحين في هالمجال ويعطيهم فكرة عامة عن شو اسمه عن المعرض ودوره في أنه يبرز الشخصيات كبيرة في هذا المجال. وعلى مدى 5 أيام يقدم المهرجان 13 ملتقى تغطي مجالات متعددة وتستضيف عددا من كبار المسؤولين في الدولة والذين حققوا نجاحات متميزة على المستوى الشخصي والمهني، وذلك بهدف إبراز هذه التجارب الناجحة لتكون نموذجا ينير الطريق للأجيال القادمة لتحقيق المزيد من الإنجازات وتقديم المزيد من قصص النجاح القطرية.
إذن أعزائي المشاهدين، وفي الشأن التعليمي، انتظم مطلع هذا الأسبوع آلاف الطلاب في المدارس الحكومية والخاصة ليدشنوا عامهم الدراسي الجديد وسط استعدادات وتحضيرات مميزة. هذا وإلى جانب أيضا وزارة التعليم والتعليم العالي، حيث اعتمد سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي تقرير اللجنة المشكلة لدراسة التقويم الأكاديمي. واليوم يسرنا أن يكون معنا في الاستديو أستاذي فيصل بهزاد نائب المدير. يعني شوف الله يسلمك أبو عبد الله، لك رهبة لاني قادر أقرأ التقرير وكاني أول مرة أطلع على الهواء. يا مرحبا مسهلا فيك. طبعا أبو عبد الله الله يسلمك، الأستاذ فيصل بهزاد واحد من المدرسين اللي احنا نفتخر فيهم وتفتخر فيهم ايضا وزاره التربيه والتعليم، وانا كان لي شرف ايضا الدراسه تحت يدك في المدرسه في دراسه ماده الاجتماعيات. طول في عمرك ان شاء الله. ابو عبد الله، ودي اسالك في البدايه عن تسميه المدرسه، مدرستكم اسمها احمد منصور، انا لفت انتباهي للامانه هذا الاسم يوم قراته اول مره. اسم مدرسه احمد منصور اطلقها سمو الوالد الشيخ حمد بن خليفة، سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني، أطلق على المدرسة نسبة للمدرس اللي درس الوالد الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني. الله يحفظه إن شاء الله. الله يحفظه. يعني شوف، إحنا لما نشوف أبو عبد الله الاهتمام دائما في الجانب التعليمي، الاهتمام أيضا بالرعي الأول من المدرسين اللي لهم الفضل، الاهتمام بالأمور الثانية يمكن بالإعلاميين أو الرعي الأول اللي غطى الجانب الكبير من الإعلاميين اللي كان لهم فضل أيضا في انطلاق التلفزيون في دولتنا الحبيبة قطر. يعني هذا شيء من الأمور اللي نفتخر فيها الحمد لله. رب العالمين، ما هو بغريب على حكومتنا الرشيدة. الحمد لله. نرجع إلى موضوعنا الرئيسي أبو عبد الله، شو أخبار الطلاب في أول أسبوع دراسي عندكم؟ والله استقبلناهم في بداية السنة الدراسية الجديدة. وكل يعني الحمد لله أنهم في بهجة وسرور. الحمد لله. وسعادة وداخلين على مدرسة. الحمد لله، يعني سمعتها ولله الحمد، يعني الحمد لله وصلت إلى جميع أولى الأمور. السمعة الطيبة، المعاملة الطيبة، الأخلاق الطيب ويا الطلبة، حبنا للطلاب، شعورنا أن الطلاب هم عيالنا. صحيح. فهذا انعكس على الأولاد، والأولاد طبعا يعكسوها لأولى الأمور. صحيح. أن احنا نحس في بيئة يعني كأن بيتنا فيها تناغم، يعني كأنها المنزل الثاني. كان المنزل الثاني بالضبط. أبو عبد الله، ودي أسألك أيضا، يمكن وزارة التعليم تكلمت أيضا في الآونة الأخيرة عن توفير القدر المناسب من الإجازة الصيفية، وشو انعكاسات هذا القرار على سير عملية تعليمية، على الراحة النفسية لأبنائنا الطلبة وأيضا العاملين، يعني أنتم المدرسين؟ جزاك الله خير. الحين بقول لك، وفقا للقرار الوزاري رقم 23 لسنة 2019 الصادر من معالي الوزير الدكتور عبد الواحد، تم مراعاة جوانب النقص والقصور وتحقيق مطالب أولياء الأمور مع عدم الإضرار بالمصلحة التعليمية. ممتاز. وسير العملية التعليمية. ممتاز. أن تعديل التقويم به توازن بين مراعاة معايير التدريس وفي نفس الوقت إتاحة إجازة صيفية للطلاب. وأصبحت الإجازة الصيفية لا تقل عن 70 يوم. أي بمعدل تقريبا شهرين ونص في السنة بالإقامة. بالإضافة يعني 70 يوم بالإضافة للطلبة هي إجازة منتصف العام وإجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني. هذه بالنسبة للإجازة. أما بالنسبة للموظفين أصبحت الإجازة 80 يوم عبارة عن إيش؟ إجازة منتصف العام ومنتصف الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام الدراسي. راعى التقويم المعدل في مرونة تخفيف المناهج ومعايير التعلم وفقا للمرحلة السنية للطلاب. ممتاز أبو عبد الله. أبو عبد الله، الأمانة يعني قبل تسهب في هذا الخطاب أو في هذه الإجابة عفوا، الأمانة احنا فخورين في يعني سرعة استجابة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي الأمانة إلى مثل يعني خلنا نسميها كونسينس أو ساعات محاتات الأهل، أن ودهم أن عيالهم يكونون في إجازة ويعيشون يستمتعون هذه الإجازة. بالإضافة أن أنت تعرف أن أولياء البعض من أولياء الأمور يحرص أن يقضي في مثل هذا الوقت مع عياله ويتقرب منهم، فأيضا هذا ينعكس بالإيجاب على العملية أكيد التربوية. أكيد فيعني أكيد القرار ذو مصلحة عامة للجميع. والقرار تفضل أخوي خالد. نعم. راعى التوازن بين أيام التمدرس وتوصيات اللجنة العليا للإرث والمشاريع فيما يخص إقامة بطولة كأس العالم التي تقع في منتصف العام الدراسي 2022-2023 بما لا يتعارض مع مصلحة الدولة
في تطوير العمليه التعليميه. الحمد لله. ممتاز الحمد لله. يعني اخذته بالاعتبار كل الاشياء اللي قاعده تشهدها الدوله من سواء من فعاليات او ايضا من استضافه. نقول للوزير جزاه الله خير وما قصر الصراحه مع اولى الامور ومع الطلب. نعم الله يجزيه الخير ايضا. يعني احنا شوف احنا ابو عبد الله لما نجي نتكلم عن وزاره التعليم او ايضا يمكن باقي الوزارات اللي في الدوله اللي تخدم اللي تكون من طابعها ايضا الخدمي، شوف للامانه عليها ضغط من اولياء الامور من العمليه التربويه وكذا، وهذا امر متوقع. لكن انت تخدم اكبر شريحه عندك في الوطن. صح. اللي هم محتاجين، وانت قاعد تخرج اجيال هو يعول عليهم. وانا اقول صح. كل هذا الشغل والتعب 12 سنه بس على اساس 4 سنين يخدمهم الانسان في اي تخصص، سواء كان من غير التخصصات اللي هي تحتاج الى صح. ساعات اكثر. ابو عبد الله شو اخبار الطلاب من حيث يعني اندماجهم في المدرسه؟ هل انتم رديتوا مثل اول تسوون فعاليات ايضا لمحاوله دمج الطلاب، تعويدهم على الحياه المدرسيه؟ خبرك عقب ما يجون من بعد الاجازه يحسون يعني ان في كانه فاصل بين الحياه اللي كان فيها استمتاع واجازه ونوم وسهر طويل وبعدين الى حياه الجد والمثابره. طبعا تعلم اخوي خالد ان قطر وزارة التعليم والتعليم العالي نعم. تعتبر من أفضل الوزارات يعني في الوطن العربي نعم. من المناهج التعليمية، من المباني والتصاميم صحيح. من النقليات، الباصات نعم. المريحة نعم. من المدرسين صحيح. ومن كذلك استخدام أيضا التكنولوجيا والأجهزة والأشياء الحديثة نعم. يعني الحمد لله فيها هذا كله أدى انعكاس صحيح انعكاس طيب على الطلاب نعم. وزاد طبعا عن قبل، طبعا أفضل عن قبل بكثير بالتأكيد نعم. فالثقافة تغيرت، يمكن الاحتياجات أيضا تطلعات الوطن اختلفت للأمانة أكيد، وأصبح يمكن الوعي عند الناس. والله لما نشوف يعني ما شاء الله الجزء يعني الجرائد الصحف أيضا المجلات اللي تصدر بين فترة والثانية نشوف الشباب قاعدين يعتلون المنصات. أنتوا كمدرسين لكم فضل كبير عليهم، شنو تكون نظرتكم لما تشوفون هذا الطالب اللي درسته وطلع وحقق الشيء اللي أنتوا كنتوا تطمحون أنه فعلا هذا التعب ما راح على الفاضي؟ الحمد لله لما انت تمشي في مكان يعني عام ويجيك واحد يقول لك يا استاذ فيصل يعني نعم يعني جاي اشكرك على انك وصلتني اني اكمل دراستي نعم واني وصلت الان الى وزاره ووصلت الى منصب صحيح، والفضل يرجع للمعلم نعم اللي احتواه وحبه مثل ابنه صحيح وحببه بالماده حببه. فانا ارجو من جميع المدرسين يعني كل المدرسين انه يحببون الطلاب نعم في المادة اللي يدرسها، يعني يعتبر الطالب مثل ابنه بالضبط، مثل ابنه نعم صحيح، لأن إذا أصبح الطالب مثل ابنك راح تراعيه من جميع النواحي صحيح، راح تحترمه، راح تقدره، راح يعني أيضا راح تفرض عليه احترامك يعني بالتأكيد بالضبط. في المقابل نعم، وكذلك الطالب راح يحس صحيح. يحس بالأبوة نعم قبل يحس أنك أنت معلم نعم، فراح يسمع منك صحيح وراح يحب مادتك صحيح وراح يتفوق فيه نعم. احنا ما ننكر ابو عبد الله، انا اقولها على الهواء، ترى انت كنت واحد من الاساتذه اللي الشديدين الامانه والحازمين، ولكن لا يمنع الحزم يعني لما يكون في المجال التربوي ضمن الوافق يعني ضمن الاطر اللي وضعت لها. يعني الامانه انا واحد من الناس اللي كنت يعني اشوف ان هذا الشيء يعني صحيح وابجله واحترمه، لان فعلا هي يتربى الانسان ويتعلم الانسان وتنضبط سلوكياته، هي ما في معاداه شخصيه اصلا، ما في شيء شخصي بالاول بالاخير بالضبط. يكون في يعني انضباط وحب للماده نفسها. يعني شدينا على الطلاب اخوي خالد نعم. لأن فعلا كان في تحدي بيني وبين نفسي صحيح صحيح ان الطلاب هذول لابد انه يعني يكون لهم شأن في الدوله نعم، لابد الطالب هذا ما يفشل في دراسته نعم. لابد ان الطالب هذا يوصل الى المرحله الثانويه والجامعه ويكمل صحيح صحيح، فكنت اضغط عليه على اساس انه يمشي الى الطريق المستقيم نعم، لان تدري الطالب اذا رخيت له واذا تركته راح يسلك طريق ثاني وخوف ان الفشل بس الحمد لله يعني الحمد 99% من طلابنا مدارس قطر كلهم الحمد لله وصلوا الى الى نعم. الى درجات عاليه من الحمد لله رب العالمين نعم. ابو عبد الله ودي اسالك عن يعني بدايه الاسبوع الاول، يعني بالنسبه لعدد الحضور عندكم هل شفتوا ان في اقبال كبير من الطلاب؟ ما كان في تغيب يعني؟ كانت هذه الظاهره الامانه انا اسميها ظاهره، هي مش عندنا في الدوحه بس ولكن في معظم الدول الخليج والدول العربية أنا دائما يكون بتغيب في اليوم الأول أو الثاني، هل هذا الشيء كان موجود لمست وجوده ولا بنسبة قليلة بداية؟ لمسنا وجوده بس نسبة قليلة. يعني لا تذكر، يمكن بعض الناس اللي عندهم ظروف أعتقد لا ذلك يعني ظروف للعلاج يمكن احتمال، لأن في
الطالب يكون يعني برفقة والدته نعم. علاج برفقة أبوه علاج فيتأخر هذا يعني. أما بالنسبة للناس العاديين كلهم محضروا وذلك بحكم إيش حب الوالدين يعني أن ابنهم أنه ما يتأخر يوم واحد من الدراسة نعم. فالحمد لله أن كثير من القطريين وصلوا لدرجة أنه يعني ما يكون هناك استهتار ولا يكون في العلم صحيح. ولا يكون هناك يعني تسيب نعم. فمن أول يوم يعني كانوا حريصين على أن عيالهم يكونوا موجودين صحيح صحيح الحمد صحيح. لله يعني نعم الأمانة يعني هذا الشيء إحنا نفخر فيه وإحنا نشوف يعني الإنجازات اللي قاعدين نسطرها في الآونة الأخيرة كل هذا أيضا من وين هذا جاء من اهتمام يعني الدولة في البذرة الأساسية لبناء أي مجتمع وهي فلذات أكبادها أنا أقول أبناء الوطن أنت تحول عليهم سواء في التخصصات في صحيح. العلوم الرئيسية الفرعية منها هذين هم اللي أنت تحول عليهم بالأول صحيح. والأخير بعد عبد الله أنا ودي أسألك الآن يعني طبعا. كثير من الناس يقولون أن هي المدرسة مثل ما تفضلت المدرسة تعتبر هي البيت الثاني أكيد. صح التعبير صحيح فالبيت الثاني من الواجب توفر فيه بعض المتطلبات الأساسية اللي تخلي الطالب فعلا يستشعر أنه موجود عند أبوه عند أهله في البيت اللي هو يرتاح فيه فوش الأشياء اللي لازم تتوفر في المدرسة من غير الحديث عن المباني إحنا نعرف هذا الأمر مفروغ منه والمباني تبارك الله يعني أنا بصفتي الآن نائب مدير الشؤون الإدارية وشؤون الطلاب في مدرسة أحمد منصور الابتدائية أول اجتماعنا كان معنا طبعا رئيس يعني ترأس الاجتماع المدير الفاضل عندنا الأستاذ ناصر جاسم المالكي فكان يعني كان اجتماعنا وكان احنا مركزين على ان الطلاب هذول اولادكم يعني حب الطلاب كما تحب لاولادك نعم. اذا حبيت الطالب حبك الطالب فبتكون المسيره التعليميه بتكون يعني بتوصل للطالب يعني حبا فيك لان صح. حبك حب مادتك صحيح ف يعني راح يعني يحب انه يجي المدرسه صحيح. يحب يحضر المدرسه فيها. يحب نعم. يحضر لك يحب انه ما يكون يعني يتاخر في حصتك فنبهنا على جميع المدرسين ان هذول اولادكم فلذات اكبادكم يعني حبوهم لان اولاء امورهم ابهاتهم سلمونا لنا يعني امانه هذه امانه نعم فلا بد احنا نعطيهم الحب مثل ما ابوه صحيح. يحبه في البيت نعم نعم بالتأكيد فالحمد لله جميع الطلاب يعني بادلونا بالحب صحيح. بادلونا بالاحترام بادلونا بالتقدير نعم يعني يعني احنا ما ننسى كثير من ابيات الشعر قم للمعلم وفيه التبجيل كاد المعلم ان يكون رسولا الم ترى الذي يبني وينشا انفسا وعقولا وكثير كثير كثير من الابيات والقصائد اللي يمكن ما وفت ما قدرت توصل هذه الرساله فعلا لكم انتم كمربين افاضل انا ودي شوي اخذ هذا الحوار في منعطف اخر للامانه ابو عبد الله ودي اسالك عن تجربتك انت في مجال التدريس وسبب اختيارك لماده الاجتماعيات يعني كلمني عن هذا عن هذه الفترة الحقبة أولاً الواحد ما يحب تخصص إلا يكون حاب الشيء هذا يعني. نعم حاب يعني أحب تكون من رغبة ذاتية أحب يعني. أقرأ التاريخ نعم فهذا خلى ميولي إلى مادة الاجتماعيات نعم وعن طبعاً سيرة الرسل سيرة نعم. الخلفاء الراشدين صحيح والحمد لله يعني الحمد لله رب العالمين يعني ابو عبد الله لو نقول لو يرجع فيك الزمن الى الوراء مره ثانيه هل تفكر ان انت مره ثانيه تدخل الى التدريس وتدرس ماده الاجتماعيات ولا راح تفاضل بينها وبين أكيد ماده ثانيه اتمنى ان شاء الله نعم طيب ابو عبد الله الحين هل تشوف ان الحين انا يمكن في الاونه الاخيره او في السنوات الاخيره ايضا وزاره التعليم بقياده يعني سعاده الوزير دائما ما يحرص على يعني تبني القرارات الجديده اللي تكون يعني في مصلحه العمليه التعليميه ويمكن انا اخص بالذكر عمليه مثلا دمج القطريين مره ثانيه او ادخالهم تشجيعهم مره ثانيه للعمليه التربويه كان الامر مقصور فقط على الطلبه او على الجامعيين المخلصين يعني من كليه التربيه ولكن الان اعتقد تم ايضا مراعاة الجانب الآخر يمكن يكونوا مخلصين أو على شهادات أكاديمية ويمكن يدخلون في الجانب جانب التدريس هل شفت أن انعكاس هذا القرار أن بديت تشوف أن يعني أبنائنا الطلبة بناتنا الطلبة اللي تخرجوا من جامعة قطر هل بديت تشوفون أنهم يرجعون إلى التدريس مرة أخرى ولا ما زال الوضع في تذبذب إلى الآن؟ والله بسبب يعني التكنولوجيا نعم. اللي أصبحت في المدارس الحين فميول الطالبات الجامعيات ميولهم على
على المدارس يعني والتدريس والتدريس نعم. اكثر يعني بديت حتى الشباب بدوا يدخلون الوزاره فكان ميولهم على المدارس والتدريس يعني. والتدريس نعم نعم. ابو عبد الله وش اللي انت تشوفه من تحديات لابنائنا الطلبه الان؟ يعني احنا نعرف قبل كانت عندنا المواد يمكن ما بيقول بسيطه الامانه يعني كانت هي صعبه في ذاك الوقت بالنسبه لنا وكذا. الان يمكن شوي تم ادخال عليها بعض الامور استحداث بعض الاشياء بالتاكيد ما راح تكون معلومات قديمه. هل تشوف ان التحديات اللي الحين هم يعيشونها ابنائنا الطلبه هي نفسها التحديات اللي احنا عشناها في زمننا يعني الاول؟ والله الطلاب يعني اصبح ميولهم الحين الى المواد العلميه. المواد العلميه. العلميه. فالحمد لله يعني ثقافه عاليه عندهم فوق ما تتصور يعني. حتى المدرس يعني المدرسين اللي يدرسونهم ينبهرون يعني يقول ما شاء الله يعني اللابتوب مرات تعطل عنده يجي الطالب هو يجي الطالب الحمد لله يعني ميولهم الى المواد العلميه انا اشوف اكثر يعني فهذا يبشر بالخير الحمد لله. صحيح صحيح. وتشوف انه يعني تشوف انه ايضا يعني غير عن قبل يعني غير عن قبل بس قبل كان في الامانه يعني انا ما يصير افضل حقبه على حقبه ولكن قبل كنا نطلع ساعات مثلا لما حضرتك تسال سؤال تعالوا اكتبوا على السبوره بالطباشير والامور هذه ايه كانت فيها متعه الامانه. الان تغير الوضع اصبحت التكنولوجيا موجوده وكذا ولا باس منها. هل شفت ان في تفاعل بين الطلاب وبين المدرسين في المدرسه يعني في العمليه التربويه صاروا مندمجين اكثر معاكم ولا يمكن يشغلهم الحاسب الالي بشكل كبير او ايش اللي تشوفه الحين؟ طبعا الطلبه بال يعني تقدمت وزاره التعليم بالادوات التعليم طبعا الكترونيا نعم. فالطالب يعني بدا يحب الحصه وبدا يحب الماده لان فيها 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 تنوع. صحيح. فيها تنوع يعني. صحيح. في الاشياء هذه خلى الطالب عنده رغبه انه يحضر الحصه. يعني اغلب الطلبه عندنا في المدرسه يعني حضور من قبل معلم في الصف. ما شاء الله. إيه؟ ما شاء الله. فعشان وكان يحمل معاه اللابتوب ويحمل معاه يقول يلا استاذ بسرعه عشان تشرح لنا يشرح نعم وتفتح لنا اللابتوب وهذه. صحيح. المشاهدات يعني الالكترونيه والعمل بالالكتروني يعني طبعا غير عن قبل. غير عن قبل بالتاكيد. الاول كان شرح وكان بالطباشير مثل الطباشير القديمه يوميا فالطالب يحس بملل يعني يوميا نفس الرتم. فالحين في تنوع في التدريس. صحيح. اصبح عنده ميول وحب للماده صار في تفاعل اكثر. في تفاعل يعني. اكثر ايضا. ابو عبد الله هل تشوف ان ابنائنا الطلبه اليوم صار يعني انت تفضلت وقلت ان في قاعدين يدخلون الى المجال ايضا المجالات العلميه والتخصصات العلميه. الحين احنا الدولة ما زالت محتاجة إلى تنوع التخصصات اللي موجودة. طبعا. على أيامنا قبل كان أكثر يعني على أيامنا كان في مسارين أدبي وعلمي. الحين في استحداث أعتقد المسار جديد تكنولوجي أو أعتقد شيء من هذا القبيل. فأنت الحين لما تجي تشوف يعني المشاريع الكبيرة اللي في الدولة هي قاعدة تفرض نفسها على سوق العمل وبالتالي أيضا تأثر على العملية التربوية تخليها تمشي في منحنى أو منعطف يعني يؤدي بها إلى مثلا هذا المكان الرفيع. فالآن هل تلقون في صعوبة شوي عند البعض من أولياء الأمور ولا عند أبنائنا الطلبة في استخدام مثلا الحاسب الآلي في العملية التربوية القيام على الريسيرش البحوث اللي يمكن كانت قليلة على أيامنا على المهارات اللاصفية اللي يسوونها؟ هل أصبحت هذه بمثابة عبء تشكل على ولي الأمر ولا لا؟ لا طبعا هذا يعني يسعد ولي الأمر إنه يشوف ابنه يعني تتنوع عند المهارات. تتنوع عند المهارات وهو صغير. يعني مرات الأب يعطي ابن الجوال يقول حط لي موقع كذا اعمل لي كذا ولا سوي لي الابليكيشن عندي كذا بدري ياريت تضيف لي كذا. صحيح صحيح. فالابن يعني عمره ما يتجاوز عن 12 سنة نعم. قاعد يحرك الجوال ويعرف شلون يتصرف بالكمبيوتر في اللابتوب. يعني هذا يسعد طبعا أولى الأمور. صحيح. وإذاعة كثير. الصباح إذاعة الطابور الصباح طبعا موجود. كله يرجع لسمو الأمير نعم الحمد لله رب العالمين الحمد لله لأنه هو وفر في المدارس الأشياء والتكنولوجيا الحديثة للتعليم. نعم جزاه نعم. الله خير وبارك الله. نعم أبو عبد الله أنا ودي أسألك يعني يمكن إذاعة الطابور الصباح كان يعني هذا يمكن آخر سؤال عندي. إذاعة الطابور الصباح يعني واحدة من الفقرات الجميلة جدا الأمانة اللي كنا نستمتع فيها. هل ما زالت هذه موجودة عندنا بالمدارس ولا لا؟ هذه ما زالت ولا تم تطويرها يعني 100%. نفس الشيء يعني نفس جميع مدارس قطر عندهم الطابور الصباحي. يعتبر هذا تمهيدي للطلاب وشيء رئيسي. نعم لأن أول شيء صحصح الطالب. صحيح.
فالحركات الرياضيه تصحصح الطالب، بيجيك نعم. كسلان، بيجيك نحسان، ففي الطابور بيتحرك، يحرك جسمه. نعم صحيح. فبيتلقى التعليمات مني او من المدير عن بعض الاشياء السلوكيه والمخالفات السلوكيه، بعض نعم. الاشياء المفروض يلتزم فيها صحيح. مثل الزي المدرسي، مثل وما الى ذلك. نعم نعم بالتاكيد. احنا نشكرك على حضورك معنا اليوم في الاستوديو استاذي الفاضل السيد فيصل بهزاد، نائب المدير للشؤون الإدارية وشؤون الطلاب بمدرسة أحمد منصور الابتدائية للبنين، وكل قطر تفخر بكم، كل قطر تفخر بكم. جزاك الله خير يا أبو عبد الله. إذن أعزائي المشاهدين، نطلع وياكم الفاصل القصير ونرجع بعده لمتابعة ما تبقى من حلقة الليلة من ترحيب، خلكم معنا. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام بحضور سعادة اللواء الركن سعيد بن حمد النعيمي رئيس أكاديمية الخدمة الوطنية. شهد مسرح الأكاديمية عقد اللقاء التعريفي لمقاديم الخدمة الوطنية من خريجي الثانوية العامة الدفعة 12 لعام 2019-2020. وقد أعلنت الأكاديمية أن يوم السبت الموافق 14 من سبتمبر سيكون موعد دخول مقاديم هذه الدفعة إلى معسكر مقدام. نظمت أكاديمية الخدمة الوطنية بحضور سعادة اللواء الركن سعيد حمد النعيمي رئيس الأكاديمية لقاء تعريفيا لدخول الدفعة 12 لخريجي الثانوية العامة للخدمة الوطنية، وذلك بحضور مجموعة كبيرة من أولياء الأمور والخريجين. رسالتي لإخواني الشباب خريجين الثانوية أو غيرهم من الملتحقين بإذن الله حاليا أو في المستقبل في الخدمة الوطنية، أنه راح يستفيد بإذن الله في الخدمة الوطنية من عدة تجارب، وبيجرب التعامل مع عدة ظروف والتعايش فيها، بيتعلم الجلد والصبر، وبيتعلم الاعتماد على النفس، وبيتعلم ضبط النفس، وراح يستفيد في فترة تواجده في الخدمة الوطنية على فترة تحصيل أكاديمي، راح يستفيد منها تدعمه في حياته ما بعد الخدمة الوطنية، وراح إن شاء الله يشوف تحفيز في أكاديمية الخدمة تساعده على أنه يتطور ويكون عنده هدف. بعضهم يمكن يكون ما عنده هدف يكمل الجامعة أو المرحلة الجامعية، فمن عندنا إن شاء الله راح يلقى دعم وراح يحصل له شهادة تخلي له حافز أنه يروح يكمل اللي يحتاجه أو اللي يقدر يوصل له إن شاء الله في المستقبل. سعادة اللواء ألقى كلمة الترحيب بالحضور، وأكد خلالها على أهمية دور الأكاديمية، وقدم نبذة عن البرامج التي سيحصل عليها المقاديم. بعدها شرح مجموعة من ضباط الأكاديمية الجوانب المهمة في حياة المقدام، فقد تطرقوا إلى شروط الدخول ومدة التدريب وما هي المتطلبات والواجبات في حياة المقدام. يذكر أن البرنامج الأكاديمي يهدف إلى حث الطلبة الذين لم يحصلوا على الشهادة الثانوية على إكمال دراستهم بالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي، بالإضافة إلى تأهيل وإعداد الطلاب للالتحاق بالجامعات داخل وخارج دولة قطر، وتقديم برامج أكاديمية بساعات دراسية مكتسبة بالتعاون مع عدد من المؤسسات التعليمية. إذن أعزائي المشاهدين، بالعودة وياكم اليوم إلى التعليم. تعمل جامعة قطر كخلية نحل من أجل تذليل كل الصعوبات أمام طلابها، ما أدى إلى انعكاسا إيجابيا على الطلاب خاصة الجدد منهم. طبعا اليوم معنا في الاستديو الدكتور خالد الخنجي نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، نتعرف على ما تم تقديمه من تسهيلات للطلبة من أجل عام دراسي مميز. يا مرحبا ومسهلا فيك دكتور خالد، حياك الله ويانا. الله يحييك. يا مرحبا ومسهلا فيك. شكرا على الاستضافة. لا شكر على واجب. دكتور، ودنا نتكلم عن انطلاقة العام الدراسي في جامعة قطر. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. العام الدراسي عندنا بدأ مع الطلبة من بداية الأسبوع الماضي. نعم. كان أسبوع اللقاءات التعريفية للطلبة الجدد
جاءوا الطلبة حصلوا بعض المعلومات، التقوا مع مرشدينهم، سجلوا في بعض سجلوا في المواد اللي كانت محجوزة لهم كطلاب سنة أولى. نعم. وبداية الأسبوع هذا بدأنا الدراسة، وأول أسبوع طبعا هو أسبوع الحذف والإضافة، وانتهى يعني اليوم، اليوم آخر يوم حق الحذف والإضافة. الحذف والإضافة نعم. نعم. الحمد لله لاحظنا في عملية تحسن، كان في السنوات الماضية الطلبة يتشكون من صعوبة مقابلة المرشدين مثلا في أيام الحذف والإضافة. نعم. أعتقد ما زال الشيء ذي موجود لكن أفضل بسبب تكدس الطلاب دكتور، يعني العدد ما شاء الله كبير الجامعة اللي تستقبلها. نعم ما شاء الله يعني عدد كبير. نعم. فعلا. لكن احنا في المقابل كان عندنا خطة التوسع في تعيين المرشدين، والحمد الحمد لله. نعم. ان الفصل هذا يعني الضغط كان اخف على المرشدين. ممتاز. طيب دكتور، هل عندكم احصائية عن عدد الطلاب المتقدمين الى جامعة قطر هذا العام بالنسبة للبنين أو البنات، حتى لو كان شيء تقديري يعني؟ نعم، الطلبة اللي انقبلوا عندنا حوالي 4600 طالب وطالبة، منهم 1100 طالب والبقية من بنات الطالبات. السنة هذه أول سنة يكون عندنا 10 كليات من ضمنهم كلية طب الأسنان. هذه الكلية الحديثة اللي تم استحداثها. حديث نعم، أول دفعة تدخل هذه الدفعة. ما شاء الله. دفعة عددها قليل، حوالي الهدف اللي كان إنه 25 طالب يعني يستمرون، فكان القبول فيها جدا تنافسي بشكل كبير. قبلنا الحمد لله 4600 طالب وطالبة. نعم. الأغلبية منهم طبعا قطريين. قطريين. يعني بفضل الله. طيب دكتور، ودنا نتكلم أيضا عن التخصصات، هل تم توزيع أعداد الطلبة على التخصصات مثلا بالتساوي؟ أنا متأكد أن هذا الشيء يكون صعب للغاية الأمانة، لأنه يكون في تفضيل من الطالب نفسه، ساعات يعتمد أيضا على فلترتهم يعني، فشلون يتم التوزيع؟ إحنا الله يسلمك، عندنا كل برنامج حسب طبيعته يحدد الأعداد اللي ممكن يستقبلها كل سنة. فنجمع أعداد الأعداد كلها المتاحة، الكراسي المتاحة، ثم بعد ذلك نبدأ نفلتر الطلبات. طبعا عندنا ما نشوف إلا اللي عندهم على الأقل الحد الأدنى من شروط الحد الأدنى من شروط القبول. من شروط القبول الأولوية طبعا للقطريين، بعد نستوفي من القطريين ونشوف رغباتهم نبدأ لغير القطريين، ونبدأ من أعلى الدرجات فالأقل نازلين نبدأ نلبي الرغبات حسب الكراسي المتاحة. أحيانا الناس يعني يشتكون يقولون أنه والله ما حصلنا رغبتنا الأولى. نعم يصير في بعض التخصصات عليها إقبال كبير أو عدد الكراسي أصلا عدد بسيط، والقبول أحيانا يكون مرة واحدة في السنة، مرة واحدة، فتلاقي الطلبة اللي قبلوا هم أعلى الناس اللي عندهم درجات واللي تقدموا لهذه الطلبة. نعم. أصبح يعني دكتور، إحنا نعرف أن مثل هذا النظام موجود أيضا في الدول الثانية، يعني الدول الكبيرة واللي عليها أيضا إقبال عدد الطلبة اللي يبغون يدرسون الجامعة بشكل كبير، دائما تكون معايير مرتفعة عشان يتم خلخلة أو خلنا نقول غربلة أفضل الطلاب الموجودين، وأيضا وضع كل طالب في المكان اللي يستحقه ويكون ملائم. نعم. يعني هناك أكثر من فلسفة للموضوع دي. بعض الطلبة بعض الجامعات يحاولون أن يقبلون الطلبة اللي أعلى مستوى. لكن الجامعات اللي مثل جامعة قطر جامعة حكومية هدفها في النهاية خدمة المجتمع، رفض الدولة والمجتمع بناس متعلمين عندهم مهارات وقيم ومعارف. نعم. ما تنظر بهذه الطريقة في النهاية. أنا مش ما يهمني بس أن يكون عندي أحسن الطلبة في الدولة، لكن يهمني أن أنا أرفض الدولة بالخريجين. صحيح. فذلك أحاول أعطي يعني اكبر فرصه لاكبر قدر من ابناء البلد والناس المقيمين، لانه بكره هم اللي راح يستمر فيهم عمليه التنميه. هذا مع الوضع في الاعتبار ان احنا عندنا حسب ابحاثنا وحسب خبراتنا السنوات هاي نعرف اي مستوى من الطلبه هم اللي عندهم القدره على النجاح، لكن نتنازل شوي مثل ما تقول ان نقبل الطلبه اللي يمكن فرصتهم في النجاح. صحيح. 50%، والطالب في النهايه هو هذه فرصه وجوده. وهو مستعد يثبت. صحيح. يعني ممكن يثبت نفسه والحمد لله. نعم. يعني اثبت انه فعلا
قبل سنتين أو ثلاث سنوات كانت نسبة الدخول للجامعة مطلوبة 75 وحولناها إلى 70 قبل سنتين. اليوم قاعد نشوف أداء الطلبة، لقينا أن لا والله يعني نسبة كبيرة منهم قدروا أنهم فعلا ينجحون في الجامعة ويكون أدائهم مرضي. يظل في نسبة ربما تواجههم بعض الصعوبات في البداية، نسبة تترك الجامعة بعد فترة، لكن على الأقل في نسبة لا بأس فيها قدرت تستمر. صحيح. أبو عبد الله، يمكن عندنا أيضا الفارق يمكن الفيصل بين انتقال من المرحلة المدرسية إلى المرحلة الجامعية. تخبر يعني في المدرسة تكون أنت متلقي أكثر المعلومة، كل شيء جاهز وأنت ما عليك إلا تقوم بعملية المذاكرة. هني تنتقل من اللامسؤولية إلى المسؤولية المطلقة، أن أنت تكون مسؤول عن نفسك عن مسارك الأكاديمي. بعتقد دائما في الكورس الأول في الجامعة يكون الطالب يجهل كيف يدير يعني خلنا نقول المتطلبات الأساسية اللي تخليه أنه يكون في زمام الأمور يعني في الجامعة. شو اللي ممكن أنتوا تسوون عشان تدلونون هالصعاب للطلاب؟ كلامك صحيح مليون في المئة. هي مرحلة انتقالية ومعناته أنه قاعد ينتقل إلى طبيعة مختلفة، محتاج التعامل مع الأمور بفكر مختلف، بأسلوب مختلف، مهارات مختلفة. جزء كبير منها مثل ما تفضلت قضية الاستقلالية. أن الآن مطلوب منه أنه هو يحرك نفسه ويدعم نفسه، لكن في المقابل الجامعة عارف أن السنة الأولى هي أصعب سنة، أصعب سنة، وأن إذا الطالب قدر أنه هو يعدي منها بسلاسة ونجاح ربما إن شاء الله ما يكون عنده مشكلة في السنوات الباقية. نعم. الجامعة لذلك أجلها يعني أعطاء طلب أكبر فرصة للنجاح. الجامعة عملت مجموعة من الأشياء، بداية من اللقاءات التعريفية اللي تطرح فيها بعض الأشياء الأساسية. إضافة لذلك قبل كم سنة الجامعة طرحت مادة اسمها مهارات طالب الجامعة. الآن هذه المادة بدأت أول شيء بدأت مش مادة كم تغذية كورش عمل أو شيء كذي، لكن الآن تحولت مادة أكاديمية. كانت غير إجبارية، تحولت قبل يمكن ثلاث سنوات إلى مادة إجبارية. الطالب المفروض يأخذها في أول فصل له، مش إجبار أنه يأخذها في أول فصل، لكن لقينا أغلب الطلاب يأخذونها في أول فصل أو ثاني فصل. الأفضل طبعا أنه يأخذها في أول فصل أو بالكثير أول سنة. خلال الفترة هذه، فترة السمستر اللي يأخذ فيه الطالب هذه المادة، يبدأ يتعرف فعلا على الجامعة، الموارد المختلفة فيها. صحيح. فيبدأ يعرف إذا عن طريقة التحصيل العلمي أيضا. نعم، عن طريقة التحصيل العلمي. إيه نعم، يعني هي مادة أكاديمية لكن في نفس الوقت يكتسب فيها الطالب أمرين مهمين: التعرف على المجتمع الجامعي والموارد اللي فيه وشلون يقدر يستخدمها، بالإضافة لبعض المهارات يمكن اللي ما استخدمها بشكل كبير في أيام دراسته. صحيح. في المدارس. في المدارس. نعم. فيبدأ مهارات البحث بطريقة مختلفة. نعم. كتابة التقارير، كتابة الأبحاث بشكل صحيح. مختلف. والحمد لله يعني في نهاية كل فصل يصير في معرض للطلبة اللي درسوا هذه المادة، يعرضوا فيه مشاريعهم، وكل ما يصير لنا فرصة فعلًا نروح نمر عليهم نلاقي فعلًا نوعية مختلفة من الطلبة. أنا في تميز. صار تميز. نعم. فالحمد لله هذه واحدة من الأشياء. لكن طول المرحلة الدراسية يعني في الجامعة نحاول الطالب دائمًا نساعد إنه هو يتأقلم على متطلبات هذه المرحلة. صحيح. وعلى المراحل الجاية، ربما في السنة الأولى هو محتاج يدخل يكتسب بعض المهارات. صحيح. الأساسية. السنة اللي بعدها يبدأ يتعرف على الموارد اللي في الجامعة اللي يقدر يستفيد منها، يطور شخصيته، يبدأ يبني سيرته الذاتية عن طريق مثلا التطوع، المشاركة في بعض الأمور القيادية، دخول في ورش العمل، فرص التدريب الميداني اللي مرتبطة أصلا حتى بالبرنامج الأكاديمي. عندنا طبعا مركز متخصص حق مساعدة الطلبة لاتخاذ قراراتهم المهنية، تخطيط لمستقبلهم المهني، إعطائهم المهارات الأساسية اللي هم يحتاجونها في هالناحية. فإحنا عندنا فعلا نشوف الطالب أنه هي رحلة معانا. هدفنا أنه يستفيد قدر الإمكان. صحيح. من هذه الرحلة، مو بس في الحصول على الشهادة، الحصول على الشهادة، الحصول على المعرفة، تنمية المهارات، تكوين الشخصية، تعزيز القيم والشخصية. صحيح. بالتأكيد. يمكن الأمانة رحلة الجامعة هذه الرحلة اللي قد تكون في أربع سنوات هي رحلة قد تكون فيها يعني المتعة وأيضا فيها المشقة والعناء. طبعاً. ولكن هي مشقة لحظية دكتور. يعني أنا شفت مقولة والله نسبت لجامعة هارفرد ولكن أنا مش متأكد منها، تقول أن مشقة الجامعة هذه مشقة مؤقتة، ولكن مشقة المعاناة التي تأتي للناس
دون المؤهلات العلمية مشقتهم دائمة ومستمرة. تشوف إنه يتعب في البيت مع العيال كذا 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 كذا. فهي سبحان الله تبني مهارة معينة. ولا يمنع ذلك إن إحنا مش المقصود من الكلام حتى ما يؤول كلامي إن الناس اللي ما عندهم مؤهلات جامعية هم أقل، ولكن إحنا نقصد إن الباب متسع، يعني الكل ممكن يتقدم إلى جامعة قطر والجامعات الأخرى بالدولة وينطلقون من هذا الجانب. في أقل من دقيقة قبل أن نطلع حق الفاصل دكتور، ودي أسألك وش النصيحة اللي النصيحة تنقال حق الطالب في أول يوم دراسي من وجهة نظرك أنت؟ نصيحة بسيطة. لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. نعم. ابدأ اليوم تعرف الجامعة وتعرف صحيح. اللي فيها وتحط لك خطة. نعم إذا الواحد يضع الخطة من اليوم الأول للدراسة. خطة الأربع سنوات الجاية. هو المشوار هذا صعب، ولكن إحنا بنكمل إن شاء الله وياك بعد هذا الفاصل. أعزائي المشاهدين نطلع وياكم الفاصل قصير ونرجع بعده لمتابعة ما تبقى من حلقة الليلة من ترحيم. خلكم معنا. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، نتابع الحوار مع الدكتور خالد الخنجي نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب. يا مرحبا وسهلا فيك دكتور، حياك الله ويانا مرة ثانية. دكتور، كيف ممكن يتعامل الطالب أيضا مع تحديات الحياة الجامعية؟ نعم. خصوصا في السنوات الأولى، يعني نعم. السنة الأولى خلينا دائما يعني نقول الموضوع يبدأ أصلا مع الطالب، وكل ما في الجامعة هو لخدمة الطالب لتحقيق لساعدته لتحقيق أهدافه التعليمية. يمكن لما ختمنا قبل ما نطلع على الاستراحة قلنا تأجل عمل اليوم وابدأ بالخطة. نعم. ابدأ الطالب اللي عنده خطة الخطة هاي تتحول إلى حالة دافع. نعم. لأنه يكون عنده هدف صحيح يبي يوصل له. فنقول له احنا موجودين في الجامعة الآن، خلص الحث والإضافة، المرشدين عندهم ضغط أقل صحيح، روح قعد مع مرشدك. ابدأ قول له أنا هذا اللي ودي أعرف أسوي. نعم. أو حتى قول له أنا ما أعرف شو بسوي، أنا دخلت هذا التخصص ما عليه، ما في مشكلة، ما تعرف شو بيسوي، أنت داخل هذا التخصص أو هذه الكلية، روح بيحاول يساعدك صحيح في موارد ثانية في الجامعة تساعدك أن أنت أيضاً. نادي الطلبة دكتور بعد يمكن. نعم. نادي الطلبة أيضاً في الجامعة. الأندية كثيرة. الأندية كثيرة. في الطلبة مكونة يعني يمكن في البنين والبنات في كل جهة يمكن أكثر من 50 نادي مختلف. نعم. في هوايات واتجاهات واهتمامات مختلفة. فنقول له حط خططك. ابدأ إيش تبي يصير بعد 4 سنوات. صحيح. وابدأ اكسرها إلى أشياء أبسط عن طريق الموارد اللي في الجامعة. صحيح. شو الأنشطة اللي بتدخل فيها؟ إيش المواد اللي بتاخذها؟ بدي أفكر في نوع التدريب اللي تبي تحصله. شو المهارات؟ شنو شو الشخص أنت كإنسان إيش تبي يصير بعد 4 سنوات؟ صحيح. ما يكفي تقول أنا بطلع وعندي شهادة، الشهادة زينة، بس أنا أي نوع من البشر؟ أي نوع من المهارات؟ أي نوع من القيم؟ أي نوع من المعرفة؟ صحيح. أي نوع من التميز بيكون يكون عندي بعد 4 سنوات؟ وشوف في الجامعة إحنا يعني عندنا الحمد لله كثير من الموارد في الجامعة. كثير من الطلبة يستفيدون منها، لكن ودنا بعد أن الطلبة يستفيدون أكثر وأكثر يعني يستخدمونها بشكل يعني بشكل فعال أكثر. خلنا صحيح يعني دكتور، أنا ودي أتكلم أيضا يمكن بالنسبة للتخصصات الجامعية. يعني الجامعة في السنوات الأخيرة دائما ما حرصت، أنا أشوف أن تكون عندها قفزات نوعية في مثلا افتتاح كليات مثلا تضاف إلى جامعة قطر من تخصصات سواء علمية أو أيضا أدبية. شنو خطة الجامعة؟ يعني هل هي تقرأ احتياجات السوق ولا كيف يتم يعني وضع هذه الآلية؟ نعم طبعا في التخطيط الأكاديمية مهمة كبيرة، يمكن ما لها علاقة وايد بشؤون الطلاب، لكن هي يعني في النهاية مهمة الجامعة ككل. الجامعة لما تفكر في التخصصات تفكر في أكثر من شيء، تفكر ما تفضل جزء منه احتياج سوق العمل، جزء منه احتياج المجتمع. احنا مو دائما نفكر في سوق العمل، نفكر أيضا في المجتمع، ولما نفكر في المجتمع نفكر على نوعية معينة من الناس تفكر بطريقة معينة عندها مهارات معينة. أيضا لازم نفكر في الاتجاهات العالمية اللي بالتالي تأثر على احتياجات المجتمع صحيح. واحتياجات سوق العمل. نعم. والتوجهات الاستراتيجية للدولة. نعم صحيح. فكلها يعني نضع حواتق معينة ونشوف مدى تقبل الناس وأيضا إقبالهم أيضا يمكن نعم إقبالهم أيضا على مثل هذه التخصصات لازم هذا شيء الميول يعني هي اللي تفرض نفسها. نعم.
هذا جزء يعني جزء مهم، وايضا احتاجنا احنا كجامعه عشان استمر بسمعه معينه ومستوى معين. كل هذه العوامل احنا ندخلها في قضيه التفكير في اي تخصص اكاديمي. دكتور، بالنسبه للتخصصات العلميه يعني خليني اضرب على سبيل المثال وليس الحصر، لما نتكلم مثلا عن جامعه قطر فيها كليه الطب وايضا استحداث كليه اللي هي كليه طب الاسنان. يعني انتم تشوفون اقبال الطلبه من الذكور اكثر من الاناث الى هذه الكليات، ولا تشوفون العكس، ولا صارت المعادله يعني يمكن اكتسحوا يعني خواتنا يمكن هذه الساحه العلميه؟ إيه، في الجامعه عندنا بشكل عام طبعا اقبال البنات اكبر. والان قاعد اتكلم بالذات عن القطريين والقطريات. لما نيجي حق التخصصات العلميه مو كلها نفس الشيء. مثلا لما نتكلم عن الطب او طب الاسنان ما لقينا في فرق بين القطريين والقطريات. الطلبه المتميزين اللي عندهم اهتمام بهذه طب الاسنان يستمرون في هذه المهنه يقدمون عندنا، والحمد لله عندنا طلبه جدا جدا متميزين. والدليل ان في اول سنه كان نسبه القبول عندنا اللي نقبلها 85، بعدها رفعناها الى 90 ما شاء الله. السنه هاي 92 اذا ما كنت غلطان، يعني 92 من القطريين لكليه الطب، ولا لكليه الطب؟ الطب، مش طب الاسنان. طب الاسنان هذه اول سنه اقل نسبه قبلناها 90. ففي نوع من التنافس فعلا على القبول في الكليات هذه. لما نيجي حق كليه الهندسه في طلبه قطريين ذكور، وايضا في عدد كبير ايضا من الاناث، وهذه المعادله في الجامعه بشكل عام. لما نيجي حق التخصص، طبعا عندنا تخصصات العلوم الصحيه هي مفتوحه للبنات بس، وعليها ايضا تنافس شديد. صحيح، مع انها هي الكليه نوعا ما جديده. التخصصات اللي فيها يمكن ثلاث تخصصات فقط. العلوم الاجتماعيه تقصد؟ العلوم الصحيه. العلوم الصحيه. العلوم الصحيه. نعم. اما العلوم الطبيعيه مثل الكيمياء والفيزياء والبيولوجيه في اقبال عليها اكثر من البنين، من البنات القطريات اكثر من البنات. يمكن التوجه يكون لهم لمجال التدريس، يمكن هذا القصد منه، ولا هي لانها يعتبرونها من العلوم البحته؟ هي تعتبر علوم تطبيقيه، يمكن هي من العلوم التطبيقيه تصنف. العلوم الطبيعيه يمكن صوب الهندسه او كذا، لكن مثل الكيمياء والعلوم تعتبر من العلوم الطبيعيه البحته. بعض الناس يمكن ما يكون عندهم فهم وين ممكن توصلك، غير ان اهتمامات العلميه اكثر شيء يروحون حق الهندسه. صحيح، الهندسه اللي يروحون حق الهندسه اكثر شيء. طبعا لما نيجي حق الكليه في المقابل عندنا اقبال شديد على كليه مثل كليه الاعمال والاقتصاد. اقبال عليها شيء جدا من الجنسين. كلية القانون كذلك الإقبال عليها. صحيح، عليها إقبال كبير. من كلية التربية مع برامجها الجديدة ارتفع الإقبال عليها بشكل كبير من القطريات. للأسف ودنا نشوف إقبال أكثر من القطريين. إن شاء الله فالهم بالتوفيق. إن شاء الله. إحنا والله يا دكتور إننا فخورين في كل إنجازات الوطن، سواء كانت في جامعة قطر ممثلة فيها، ولا أيضا الجامعات اللي استضافتها الدولة يعني ولها مكانة أيضا علمية مرموقة في الدول الأم التي تحتضنها. وإحنا نشكرك على حضورك اليوم معنا في الاستديو، ونتمنى إن شاء الله نشوفك في لقاءات ثانية ومتكررة بإذن الله تعالى. نشكرك على حضورك معنا في الاستديو الدكتور خالد الخنجي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب. يا مرحبا ومسهلا فيك يا دكتور. شكرا على الاستضافة الكريمة. شكرا لله. يا مرحبا ومسهلا. إذن وبهذا نكون وصلنا وياكم إلى نهاية حلقة اليوم من ترحيب. نشوفكم في لقاء آخر متجدد. في أمان الله.